السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتكم المفضلة عالم البيتكوين والربح من الانترنت. مرحبا بكم من جديد في شرح جديد تحليل العملات الإلكترونية، سبب انخفاضها، سبب نزولها. سوف نتطرق هل نستطيع الاستثمار على العملات الإلكترونية، هل هذا هو الوقت المناسب أم ماذا حدث لها؟ ما عليك فقط أخي متابعتي في هذا الموضوع والتركيز أخي معي في هذا الموضوع. لاحظ أخي، جميع العملات الإلكترونية الآن متواجدة أمامنا، لاحظ، نعم جميعها في انخفاض جدا، يعني في نزول قوي. لاحظ يا أخي، تريكس أصبح سعرها 0.05، يعني انخفضت أكثر بالنصف يا أخي. نفس الشيء فيغيج، نفس الشيء عملة ريبل، نفس الشيء جميع العملات التي قمنا بالتوصية عليها لا انخفضت بنصف سعرها الذي كانت عليه من قبل. هذه العملات يا أخي الإلكترونية لماذا انخفضت هذا الانخفاض، وهل هو الوقت مناسب في الاستثمار عليها أم ماذا؟ سوف نتطرق لجميع هذه الأسئلة، ما عليك فقط التركيز. لاحظ أخي هنا قوة السوق، يعني إجمال استثمارات العملة الآن متواجدة في السوق، يعني جلوبال الخاص بها إجمالي، يعني 457 مليار دولار الآن، نعم إجمال، يعني تداول المتواجد عليها أو قيمة الإجمالية المتواجدة في السوق هي 457 مليار دولار. فإذا كنت أخي تتذكر معي، هذا من قبل كان الإجمال متواجد في السوق هو 760 مليار أو 50 مليار، يعني انخفض بما يقارب 300 مليار. أين هي هذه 300 مليار؟ أين ذهبت يا أخي؟ هذه العملات الإلكترونية جميعها تتأثر بعملة البيتكوين، نعم جميعها تتأثر بعملة البيتكوين. لاحظ عملة البيتكوين أصبح سعرها 10,000 دولار، يعني تعافت قليل، كان سعرها 9,000. نعم لاحظ أخي معي، ركز معي فقط، ندخل إلى جلوبال خاص بالعملات الإلكترونية، يعني إجمال العملات الإلكترونية، يعني المنحنى الإجمالي الخاص به لجميع العملات الإلكترونية في السوق. لاحظ أخي، لاحظ ارتفاع، عندما كانت مرتفعة الإجمال المتواجد في السوق كان آنذاك، لاحظ أخي، 749 مليار دولار، وأصبح الآن فقط 450 أو 54 دولار، يعني تم سحب ما يقارب 350 دولار من السوق. نعم، ما هي الأسباب التي أدت إلى السحب هذا؟ الأسباب يا أخي هي فقط بتصريحات سياسية، تصريحات سياسية من كوريا الجنوبية والصين، نعم تصريحات من كوريا الجنوبية التي قالت سوف تفرض قيود على تداول العملات الإلكترونية، يعني لا بد لها من ضريبة، لا بد لها من ضريبة، يعني لا بد أن الدولة تستفيد من تعاملات العملات الإلكترونية. هذا الشيء أو هذا التصريح هو الذي أدى بانخفاض جميع عملات الإلكترونية. نعلم أن كوريا الجنوبية هي ثاني دولة، هي ثاني منصة في العالم، أي ثاني منصة في العالم في تداول العملات الإلكترونية. نعم يا أخي، هذا هو التصريح الذي أدى بنزول جميع العملات، وينتظر بوضع مخطط على البرلمان الكوري الجنوبية، فإذا وافقوا عليه احتمال ينزل
تنزل العملة أكثر، فإذا لم يوافق عليه احتمال ترتفع يا أخي. هل هو وقت الآن مناسب للاستثمار العملة أم كيف؟ لاحظ أخي، فإذا تذكر نرجع إلى الخلف قليلا في موضوع شرحته قبل، وهو بداية المسيرة المليونية، مسيرتنا إلى المليونية، إلى المليونير إن شاء الله. قلت يوجد 3 طرق أو 4 للربح من الإنترنت. قلنا الطريقة الأولى وهي التداول في العملات الإلكترونية، أي تتداول تشتري، إما أن تخزن إما أن تبيع، تقوم ببيعها عند الارتفاع. وثاني شيء وقلنا وهو أن تشتري الآيس أو أي تيكون تاع المشاريع التي يتم بيع تيكون الخاص بها. وثالث شيء أما أن تستثمر أموالك في تعدين العملات الإلكترونية. أأمن هذه الثلاثة وهي رقم 2 أأمنهم، وهو الآيس أو تيكون، لأنه لا يتأثر بهذه التصريحات ولا يتأثر بانخفاض العملات الإلكترونية. نعم يا أخي، تيكون وهو الوحيد اللي أأمن الاستثمار فيه الآن عن العملات الإلكترونية. يوجد بعض الأخوة يقولوا الآن كيف نبيع العملات التي عندنا الآن ولا كيف؟ لا يا أخي، لا تقوم ببيعها، فقط ما عليك فقط تخزينها فقط. ويوجد بعض الأخوة يقولون كيف، هل هو الوقت الآن للاستثمار؟ سوف أعطيك هنا نقطة يا أخي، لاحظ معي هنا. هذا المبلغ الإجمالي المتواجد في السوق وهو 454 مليار، فإذا ارتفع إلى 550 مليار فابدأ بالاستثمار. نعم يمكنك الشراء، لأن السوق بدأ يتعافى، بدأ يسترجع قوته. لاحظ في منتصف العام الماضي كان سعر البيتكوين 1200 دولار، انخفض إلى غاية 400 دولار ثم ارتفع يا أخي، فإذا كنت تتذكر. نعم هذه هي، لكن لا أظن أن البيتكوين سوف ينخفض أكثر من 9000 دولار على الأقل، لا أظن يا أخي. نعم أنصح بالإخوة الآن يستغلوا فقط الطريقة الثانية، لا أنصح بالشراء الآن، لأن السوق متذبذب، لا مرتبط بقرارات سياسية من كوريا الجنوبية. ننتظر اجتماع البرلمان الكوري، لأن كوريا الجنوبية يا أخي قلنا هي ثاني أكبر منصة في العالم يا أخي في تداول العملات الإلكترونية. ننتظر قرار. نعم الإخوة، فقط تصريح سياسي أدى بانخفاض بنصف جميع العملات الإلكترونية، لكن يا إخوتي أنصح بالاستثمار على الآيس أو. أنا الحمد لله شرحت العديد من الطرق كيفية الاستثمار على الآيس أو تيكون، اي بمعنى اصح اشتراء تيكون تاع الايس او تاع مشروع. وقمت بطرح موضوع او موضوعين على ما اتذكر يشرح كيفية الاستثمار فيها هذه العملة. فاذا اردت ان تشتري، هي حقيقة فرصة جيدة جدا في ان تشتري فيغيش وتغيكس والريبل، لأنها أصبحت أسعارها منخفضة. لكن أنا لا أنصح الإخوة بشراء الآن. فإذا أردت أن تشتري، فإذا لم تقتنع، فإذا كان تفكيرك إيجابي أكثر من اللازم، أنصح بالريبل وتريكس وفيريتش، سعرها انخفض إلى النصف يا أخي. بمجرد ارتفاع البيتكوين سوف تنفجر جميع العملات الإلكترونية يا أخي، مجرد الارتفاع. فإذا رأيت هنا فقط مجرد تصل جلوبال، أي مجموع متداول، مجموع متواجد ما هو متواجد في السوق ب 550 مليار دولار، فأعرف أن السوق بدأ يستعد قوته للارتفاع. نعم يا أخي، بدأ يستفيد قوته إلى الارتفاع. أنصح بالاستغلال الآيس أو، أي شراء تيكون
لأن الآيس او لا يتأثر بهذه. لا لاحظ أخي، بالأمس فقط شرحت الآيس او هذا يا أخي، لم يبقى فقط 3 أيام على إنهاء البونس الخاص به. أخي نعم، صرحته مشروع جميل جدا، وهي منصة لوي فاي عالمي يا أخي. بونس على ما أظن ينتهي يوم 21 يناير، خاص بهذا الموقع. فإذا لم تستغل الاستثمار فيه، فإنك قد أضعت فرصة أتيحت لك عن قناة عالم البيتكوين والربح من قناة عالم البيتكوين والربح من الإنترنت. لاحظ أخي، 15% يتيح بونس على كل عملية شراء من يوم 12 يناير إلى غاية 21 يناير. ومن ثم يعني يمكنك الشراء من 21 يناير إلى 31 يناير بدون بونس، ومن ثم تنتهي جميع المراحل يا أخي. يعني لا يمكنك التسجيل والاستثمار عليه، تبقى المرحلة الأخيرة وهو انطلاق عملته الرسمية يا أخي. إن شاء الله تنطلق بقوة. لقد شرحت هذا الموضوع، ما عليك فقط الضغط على هذا الفيديو، سوف ترى طريقة الشرح وطريقة الاستثمار، وسوف تجد الرابط أسفل هذا الفيديو شرحته يا أخي. لقد شرحت كيفية إضافة الرمز إلى المحفظة الخاصة بالإثريوم، رمز هذه العملة. الحمد لله قمت بإضافته وتوصلت بمالي، الحمد لله. لاحظ أخي، توصلت به، لقد أرسل لي تيكون خاص بهذه العملة التي سوف تنطلق إن شاء الله. أما بما يخص موقع بوزيب، قمت بالاتصال بهم، قلت لهم لم نتوصل بعد بالتوكن الخاص بنا. قالوا لي من كثرة الازدحام على بلوكشين الخاص بهم، يعني يتطلب يوم أو يومين على إرسال المال، أو يمكنك إرسال عن بريد على بريدهم الإلكتروني. فإذا لم تقم بالتعديل محفظتك الإلكترونية التي شرحتها من قبل، يمكنك الاتصال بهم عن طريق البريد الإلكتروني. تدخل، ما عليك فقط الدخول إلى حسابك الخاص، سوف ترى الرابط الخاص ببريد الإلكتروني الخاص بهم، أو التواصل بهم على طريق تيليجرام. ما كما هذا الموقع أخي أو أختي، يمكنك التواصل مع المجموعة المستثمرة عن طريق تيليجرام. وقلنا هذا يا أخي، يمكنك الشراء عن طريق البيتكوين، لايت كوين، كارت فيزا وماستر كارت. كما أنصحت الإخوة عن طريق اللايت كوين، طريقة سهلة جدا، بيتكوين أيضا طريقة سهلة. أنصحت الإخوة، استغل الفرصة في هذا الآيس او. شرحت أيضا الإخوة المبتدئين من قبل، المبتدئين الذين ليس لهم دخل أو ليس لهم مال حتى يشترون عملات إلكترونية، يمكنك أن تستغل الفرصة في جميع المواقع التي شرحناها المجانية، التي تتيح لك الربح الساتوشي مجانا، في أن تكسب الكثير، لأن البيتكوين منخفض جدا. إذا المواقع سوف تصبح تعطي أكثر من قبل يا أخي، يعني استغل الفرصة. فإذا كنت تبحث على آيس أو مجانا يا أخي، أنصح بهذا. ما عليك فقط ضغط هذا واتباع الخطوات المتواجدة في الشرح يا أخي، يتيح لك 100 آيس أو مجانا على عملة سات التي سوف يتم إطلاقها يا أخي. فإذا أردت الاستثمار أيضا، يوجد ما عليك فقط الاتباع إلى نهاية غاية الفيديو، سوف تعرف كيفية الاستثمار أيضا فيه، أو الشراء فيه، الإيداع فيه يا أخي. أما الإخوة الذين يريدون التواصل معي، ما عليك فقط ترك تعليق أسفل هذا الفيديو، أو تواصل معي أخي عن طريق الفيسبوك، صفحتنا الخاصة بعالم البيتكوين والربح من الإنترنت. ضغط هنا على رسالة وقم بإرسال رسالة إلي يا أخي أو أختي. قلنا إخوتي الذين يريدون التداول في العملات الإلكترونية، هذه هي
العملة الإلكترونية تتأثر بتأثر تصريحات أو تتأثر بتأثر مواقف من دول قوية مثل الصين يا أخي أو كوريا. ما عليك فقط الصبر. ما لا أنصح ببيع العملات المتواجدة عندك يا أخي، أنصح فقط بتخزينها. وإن أردت الاستثمار، استغل في هذه 3 العملات أو 4 التي أنصح بها الإخوة: ريبل، فيريش، تريكس، وأيضا أين هو الدوج. نعم دوج كوين يا أخي، دوج انخفض أيضا بالنصف. لاحظ هذه العملة تريكس كانت في المرتبة الخامسة وأصبحت في المرتبة 15، لأن هذه العملات كامل هذه العملات يا أخي تتأثر بتأثر البيتكوين، لأنها المعاملة الوحيدة به يا أخي تقريبا. بالأمس نعم على منصة بينانس يا أخي، على منصة بينانس. لاحظ أخي على ما أظن أن السوق بدأ يتعافى، لاحظ بدأ يرتفع قليلا. بالأمس كان مشروع في منصة آيس أو نعم كان يتيح الاستثمار على توكن، وانطلق بالأمس على منصة بينانس. لاحظ كم انطلق يا أخي، لاحظ عندما انطلق كم كان سعره. لاحظ أين هو هذا هو المشروع. نعم لاحظ يعني أخي، لاحظ كم كان سعره، كان لاحظ في الأعلى. نعم في الأعلى كان 0.03 عندما انطلقت عملته يا أخي. لاحظ عندما انطلقت عملته كان 0.03 بالأمس فقط يا أخي. انبهرت في هذا المشروع وقلت يا ليتني كنت استثمرت فيه، يا ليتني كنت اشتريت تيكون الخاص به يا أخي. أنصح الأخوة أن يستغلوا الفرصة في هذا المشروع. هذا المشروع قوي جدا، مشروع اتصالات، مشروع خاص بالإنترنت، مشروع متواجد على أرض الواقع. لاحظ أخي هنا لقد أصحاب المشروع قاموا باختيار الشركة التي تقوم بتصنيع الأجهزة الخاصة بهم يا أخي. نعم الأجهزة خاصة بهم، خاصة بالإنترنت. مشروع إن شاء الله توقع افتتاح قوي على عملته. استغل فرصة قبل الاستثمار في هذا المشروع. ما عليك فقط اتباع هذا الفيديو يا أخي، أن تقوم بالضغط على هذا الفيديو حتى يمكنك فهم الشرح جيدا يا أخي. ضغط وسوف تجد الرابط أسفل هذا الفيديو يا إخوتي. وهذا هو شرحي وهذا هو موضوعي. إن شاء الله أكون قد حاولت، إن شاء الله أكون قد حاولت أصل الفكرة أو أوضح أسباب الانخفاض في العملات الإلكترونية. إن شاء الله أكون أيضا بسطت هذا الموضوع قدر ما أستطيع يا إخوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.